من أجل الوقوف على ما تم إنجازه ومتابعة منهم لسير العمل بمرافقه، زار عميد وأعضاء المجلس البلدي لبلدية بن وليد مطار بن وليد المدني. جولة المجلس البلدي داخل مطار بن وليد المدني، وإن شاء الله الاطلاع على الإنجازات داخل المطار. وطبعا المطار في مراحل متقدمة من إنجازات المطار، حوالي تقدر ب 80% يعني من استكمال المطار. وعن قريب إن شاء الله تلاحظون الطائرات المغادرة والقادمة لمطار بن وليد المدني. الوفد أثنى على الجهود المبذولة من قبل الشركة المنفذة للأعمال داخل المطار، مؤكدين سعيهم لتوفير كافة الإمكانيات المتاحة أمام الشركة المنفذة لاستكمال أعمالها بكل سرعة ودقة. بزيارتنا عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي، طبعا قاموا بزيارة الاطلاع على الأعمال الأخيرة اللي تجري في المطار، من إتمام الصيانة والسياج وعملية الرصف المهبط، وكذلك كان لديهم انطباع في بعض الملاحظات، وسنقوم نحن اللجنة بإرشاد المقاول على تنفيذها. أعمال الصيانة والتحوير التي بلغت 80% وما تزال مستمرة، حيث أكد القائمون عليها استكمال المتبقي منها خلال الفترة القادمة لتبدأ مرحلة تسيير الرحلات المحلية من وإلى المطار قريباً.